السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر سيد سلامة في فيديو جديد مش هيتعدى 5 دقايق. دي كلمات لن تنساها، words you will never forget. big cheese، big cheese، ما ينفعش اقول عليها جبنة كبيرة، لا اقول big cheese يعني شخص مهم جدا، a very important person. big cheese، big cheese، big cheese، ما نترجمش حرفي. Words you will never forget، كلمات مش هتنساها خالص. Back lash، back ده الظهر، lash اللي هي الرموش، لكن لما جمع الاثنين مع بعض بقوا backlash، 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 رد فعل عنيف. backlash، 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 رد فعل عنيف. نشوف الكلمة اللي جاية على الدور في فقرة words you will never forget، كلمات لن تنساها. gun عارفينها، دي اللي هي المسدس، وpoint يعني يشاور على حاجة، تمام، او ممكن تكون بمعنى رأي، ولكن لما خلوهم كلمة واحدة gun point، gun point، gun point يعني تحت تهديد السلاح. gun point، gun point، gun point، gun point، gun point، words you will never forget. نشوف الكلمة الجاية اللي هي مع words you will never forget، يعني كلمات لن تنساها، وده تعلمنا ما نترجمش حرف. cheap عارفينها رخيص، skate اللي هو التزلج، انك تتزحلق يعني، تمام، ولكن لما جمعهم مع بعض بقى cheap skate، بخيل، cheap skate. نشوف بقى الكلمة الجاية في الفقرة بتاعت words you will never forget، يعني كلمات لن تنسى. نشوف كده الكلمة دي اللي هي counter attack، قلنا counter ده العداد او الطاولة اللي بندفع فيها الفلوس، واتاك الهجوم، لكن لما نركب الاثنين مع بعض تبقى counter attack، counter attack يعني هجوم مضاد. counter attack، counter attack، counter attack، counter attack، counter attack، هجوم مضاد. نشوف الكلمة الجاية في الفيديو بتاع words you will never forget، يعني كلمات لن تنساها. نشوف الكلمة الجاية دي، عندنا كلمة brain، brain اللي هو المخ، و child اللي هو الطفل، ما ينفعش اقول طفل مخ او مخ طفل، لا بنقول brain child يعني اختراع او ابتكار، او ممكن فكرة من بنات افكار، يعني انا فكرتي انا it's my brain child، تمام، ده اختراعي او فكرتي او ابتكاري. brain child، brain child، brain child، brain child، اختراع او ابتكار، ترجمهاش حرف. brain child، brain child. طبعا في كلمة كمان جديدة هنضيفها لي words you will never forget، يعني كلمات لن تنسى. نشوف كده الكلمة دي tip لوحدها يعني تلميح، تلميح انا بتلمح بحاجة، او ممكن تكون الطرف بتاع اي حاجة، تمام، tip. toe اللي هي اصابع القدم، تمام، فلما اقول tip toe، tip toe يعني يمشي على طرف صوابعه، او هي اطراف الاصابع نفسها، تنفع verb وتنفع noun. tip toe، tip toe، tip toe، tip toe، tip toe يعني يمشي على اطراف اصابعه، تمام، tip toe، tip toe، tip toe، ما نترجمش حرفي. شوف الكلمة اللي جاية، الكلمة اللي جاية في words you will never forget، الكلمات لن تنسى. شوف كلمة for good، for good، for يعني الأكل، good يعني كويس، ما نترجمش كلمة واحدة، لو جبناها مثلا for good معناها للأبد، forever، for good means forever، for good، for good، for good، forever للأبد، for good، forever للأبد.
شوف الكلمة الجديدة في سلسلة كلمات words you will never forget، كلمات لن تنساها. عندنا كلمة man اللي هو رجل، و kind يعني لطيف أو نوع. فلما نجمعها تبقى كلمة واحدة mankind اللي هو الجنس البشري أو البشر بصفة عامة. mankind 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 اللي هم الجنس البشري أو نوعية البشر نفسهم. mankind mankind mankind. طبعا كده دي بقى تكون نهاية الفيديو بتاعنا. أتمنى من الله يكون عجبكم أو استفدت معلومة. لو استفدت معلومة واحدة بس يعني نرجو الاشتراك في القناة. السلام عليكم.